مش عايزه اتكلم بقى في كل الكلام الناس اتكلمت فيه، لكن انا النهارده وقفت قدام خبر بيقول ان في طبيب اسنان انجليزي حضر للقاهره والقى محاضره طبيه، طبعا اكيد مش كرويه، لمجموعه من الطلبه، وبعد ما خلص كلامه عن الطب والاسنان اتفاجئ الطلبه انه لابس تيشيرت محمد صلاح، وقال للطلبه عليكم ان تستوعبوا جيدا قيمه محمد صلاح لانه افضل دعايه لمصر. الحقيقه الخبر ده من الاخبار الحلوه اللي وقفت قدامها النهارده. فاحنا معانا دلوقتي الكابتن ونجم مصر كلها الكابتن مصطفى يونس. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا دكتور. ازي حضرتك؟ جدا جدا. الله يخليك. وبنستمتع بيكي على قناه دريم الحقيقه، يعني اضافه كبيره جدا للاعلام المصري. يعني اشكرك يا دكتور، اشكرك، انت اللي مشرف القناه ومشرف البرنامج، اهلا بيك يا دكتور. ربنا يخليك يا دكتور، ربنا يخليك. قول لي يا دكتور، ظاهره محمد صلاح، حضرتك شايف الظاهره دي اسبابها ايه؟ ان احنا نقول عليها ان حب الناس كلها له انه ظاهره، يعني هل احنا مفتقدين القدوه؟ هل شبابنا بقاله فتره طويله مش لاقي شاب يشعر فيه بالامل المستقبل في اي مجال مش بس في الكوره؟ بص يا دكتور، محمد صلاح ليس نجم كوره فقط، وليس كلاعب كوره كبير ولاعيب كوره على مستوى عالي جدا من الموهبه. محمد صلاح شاب مصري مكتمل الصفات الكويسه اللي اي حد يتمناها، الاخلاق، الادب، التدين، الموهبه اللي من عند ربنا، التواضع، كل ده متمثل في محمد صلاح. ممكن يبقى في لعيبه احسن من محمد صلاح، لكن ما فيش لعيب باخلاقيات محمد صلاح. وهنا جت قيمه محمد صلاح. أيوة. وليس كلاعب كره فقط. محمد صلاح شاب مصري مشرف، وزي ما حضرتك تفضلتي وقلتي مثال مشرف للشاب المصري، وزي ما حضرتك قلتي حتى انا دايما في البرامج بتكلم فيها يا دكتوره ازاي. أيوة. نستفاد من محمد صلاح، ازاي. أيوة. شبابنا يستفاد من محمد صلاح. احنا للاسف لا نستفيد محمد صلاح، احنا بنسيء لمحمد صلاح. هنا بتكلم على اتحاد الكوره وما. أيوة. حدث مع محمد صلاح. ايوه يا فندم. يعني محمد صلاح بقى ايقونه في العالم كله وليس في مصر فقط. بالظبط. ما بال حضرتك ان في انجلترا بيسموا محمد، في انجلترا الولاد الشباب بيسجدوا لما بيجيبوا جون. يعني محمد صلاح بقى ظاهرة عالمية، بيمثل زي ميسي، زي كريستيانو رونالدو، زي بيليه، زي فان باستن، النجوم الكبار قوي ده دول. فلازم نبقى ناخد محمد صلاح كقدوة لينا للشباب المصري، كل واحد في مجاله، كل واحد يخلص في عمله، كل واحد يتفنى في عمله، ربنا لازم يديله. فأنا أنا أنا وأنا شرفت إن أنا كنت أول واحد يتكلم على محمد صلاح في مصر، وقلت هناك صاروخ لاعب كرة طالع اسمه محمد صلاح، وعمر جابر ومحمد ابراهيم وحجازي والنني، لان يا دكتور ده المنتخب بتاعي وهم عندهم 16 و17 سنة. فاحنا سعداء جدا. على فكرة انا شفت الصورة بتاعت الدكتور الانجليزي ده. أيوة. اللي لابس تيشيرت عليه محمد صلاح، انا مش عايز اقولك مدى سعادتي. زي كده ما انت سعيدة ومبسوطة، وباين على حضرتك في الشاشه انك مبسوطه بابن من ابناء هذا الوطن. وده حضرتك مش مصري وطبيب اسنان وانجليزي وجاي للطلبه يوريهم ان هو متباهي بالمصريين، فحاجه يعني مشرفه فعلا. طبعا حاجه مشرفه. اتمنى ان احنا نستغل نجوميه محمد صلاح ده في العالم كله، يبقى ده السفير الاول لمصر يا دكتوره. أيوة. مع احترامي الشديد جدا لكل مجلس الوزراء. صح. محمد صلاح عمل اللي ما قدرتش تعمله وزارة الإعلام ولا وزارة الخارجية ولا حاجات كتير، مع احترامي الشديد ليهم، لأن الكورة أنت عارفة ظاهرة عالمية والناس كلها بتبص.